الخير على حضراتكم، وأهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي برنامج التاسع. بالأمس كان الحقيقة احتفال تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لولاية ثالثة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلينا نتكلم على يعني هذا اليوم الجميل اللي كان الحقيقة فيه كده رسائل وفي بهجة وفي أمل وفي خريطة مستقبل جديد. أولا يعني الموكب اللي ظهر فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية كان الحقيقة موكب مشرف، كنت يعني تنظر إلى هذا الموكب، هذا هو رئيس مصر، هذه هي العاصمة الإدارية اللي أيضا يمكن بقالنا يعني فترة وسنوات حتى يعني نخطو إلى تنمية جديدة وإلى فترة جديدة وإلى جمهورية جديدة بإذن الله. الموكب توجه الحقيقة إلى مجلس الشعب بالمقر الجديد، مجلس النواب بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، والحقيقة كان مبهج جدا، لأن يمكن هتلاقي معظم الناس دي أول مرة هذا الافتتاح إن هم يشاهدوا هذا المجلس اللي بينم عن مرحلة أيضا جديدة. كمان كان في نصب التذكاري، وكان أيضا الجولة اللي كانت موجودة في العاصمة الإدارية، ولكن الأهم هو أيضا ما قاله السيد الرئيس وما وعد به بإذن الله أمام ولاية جديدة وأمام أيضا مرحلة لمصر جديدة بإذن الله. مرحلة هيكون فيها التنمية والتعمير واستكمال كل المشروعات الكبرى اللي احنا كنا الحقيقة بدأناها من خطوات منذ سنوات، ولكن أعتقد هذا هو الوقت إن احنا نبدأ ليه. المشهد الحقيقة كان مشهد بديع، يعني خلينا نتحدث بقى نحن كمصريين ونحن نشاهد العاصمة الإدارية ونحن نشاهد أيضا يعني مكان جديد في مصر في العاصمة الكبرى القاهرة، العاصمة الإدارية، هذا المكان اللي يعني في كل هيكون المؤسسات والأماكن الحديثة، وهيكون في أيضا هي خطوات الجمهورية الجديدة. المشهد الحقيقة كان أكثر من رائع، ومشهد يليق بمصر ويليق بمرحلة جديدة يعني بتخطو فيها مصر. الحقيقة المشهد كان بديع، بيؤكد بأننا بنخطو إلى خطوات إن شاء الله إلى المستقبل تكون باستقرار وأيضا بالعلم والعمل وأيضا بمشروعات بإذن الله تدرس بعناية جيدة، وإن شاء الله نعدي كل شيء ونبقى قادرين نقول بأنه هذا المشهد فعلا يليق بمصر ومصر تستحق هذا وأكثر بإذن الله. الكاتب الصحفي الزميل إسلام عفيفي معايا على التليفون مزيد من التفاصيل. مساء الخير يا إسلام، كل سنة وانت طيب. أولا كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير، ومصر دايما في خير وسلام واستقرار وأمان بإذن الله. كلمني عن يعني طبعا بالأمس كان التنصيب سيد الرئيس وولاية جديدة، وكلمني عن هذا المشهد برمته زي ما بنقول يعني. ايوه الحقيقه ان هو خلينا نقول ان زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، هو مشهد يليق بمصر، مشهد يليق برئيس مصر المنتخب ب 39 مليون و702 الف صوت من واقع 45% مشاركين في الانتخابات الرئاسية، اللي هو 65 مليون مواطن لهم حق الانتخاب. إذن هو يوم يدعو للفخر، يوم يدعو للاعتزاز من خلال هذا الموكب الرائع والبسيط، والذي يعني خلت منه أي مظاهر للبهرجة، ولكن مظاهر للتقدير والاعتزاز وقيمة مصر. إزاي يتم التوازن ما بين أن نقدم ما يليق بمصر وبدون أن تكون هناك صور يعني مبالغ فيها. هذا هو الاحتفال الشيك، الاحتفال الراقي، الاحتفال صحيح. اللي يعبر عننا ورقينا وتحضرنا كمصريين ودولة عرفت الحياة النيابية والبرلمانية من 1866، وبالتالي ليس جديد على مصر أن هي يعني يتم تنصيب السيد الرئيس في مثل هذا الموكب، مثل هذا الاستقبال من السادة النواب وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين والشباب والمصريين اللي كانوا متواجدين في ساحة الشعب. وبالتالي هو مشهد كان يدعو للبهجة زي ما حضرتك قلتي، هو مشهد يدعو للفخر والاعتزاز ورسالة أمان واستقرار وطمأنينة ليس على الحاضر ولكن على المستقبل أيضا.
الحقيقه يمكن انا بتفق معاك في كل اللي ما بتقوله، لكن خلينا كمان يعني يمكن الناس ما شافتش يعني هذه الابنيه كلها والعاصمه نفسها وهي تقريبا يعني خلاص في حاجات منتهيه تماما وشكلها واضح وفي ناس بدات تمارس العمل من العاصمه مؤسسات ووزارات، ولكن المشهد الحقيقه كان بيعبر عن مصر التي عملت منذ سنوات وتكمل مراحل العمل في السنوات المقبله. بالظبط كده زي ما حضرتك قلتي، احنا بنتكلم على افتتاح المرحله الاولى من العاصمه الاداريه، بنتكلم عن ان احنا نجني ثمار عمل شاق وطويل ودؤوب على مدار سنوات نحصد ثماره الان في هذا المشهد في العاصمه الاداريه كواحده من ايقونات العمران الجديد الذي يعبر عن مصر الحديثه والمدن الذكيه، والتي حظيت بجائزه من احدى المجلات الامريكيه الشهيره باعتبار مجلس النواب هو احد او اجمل المباني المعماريه على مستوى العالم، واحد من اجمل المباني المعماريه. وبالتالي يعني احنا بنتكلم على بيئه جديده للعمل الحكومي ومؤسسات الدوله والقطاع العام ومؤسسات الحكم والمجالس النيابيه المنتخبه والسفارات. إذن نحن نقدم واجهة مصر بشكل مختلف بشكل جديد يليق بمصر في 20 يعني هذا القرن في 2024. طب خليني كده انا وانت يعني ناخد هذا العنوان الصحفي الكبير ونقول سيد الرئيس والتنصيب الاول في قصر عابدين، فمن قصر عابدين الى العاصمه الاداريه اللي بناها المصريين والجيل الحديث، يعني فشايف انه يعني هذا الرئيس بدا من قصر عابدين ولكن هذه الولاية في عاصمة الإدارية الجديدة بكل الهيئات والوزارات وهذا الشكل الحديث اللي ظهرت به مصر في منتهى الرقي على كل العناوين وعلى كل وكالات الأنباء وعلى كل الصحف، فأعتقد أنه المرحلة دي أكيد تبين علامات كتير. عناوينها إيه؟ يعني خلينا أقول يعني رسالتين من اللي حضرتك قلتيه. رقم واحد، من قصر عابدين إلى العاصمة الإدارية، مصر مستمرة في البناء والتطوير والتحديث والنهضة على يد المصريين بأيدي مصرية بقيادة مصرية شجاعة جريئة قادرة على اتخاذ قرارات يعني لتنقل مصر نقلة وقفزة كبيرة جدا. يعني نحن يعني مصر ليست أقل من أحد في العالم، مصر طبعًا دولة عظيمة طبعًا ودولة طبعًا كبيرة في المنطقة وفي الإقليم. طبعًا الرسائل اللي قالها السيد الرئيس في خطابه وفي بيانه أمام مجلس النواب الحقيقة عندما تحدث في أول عبارة بتقديم الشكر لكل المصريين بتقديم الاحترام والتقدير لهؤلاء المصريين، قال أن الشعب هو صاحب الكلمة هو صاحب القرار. إلى هذا الحد يحترم الرئيس المصريين وصوتهم ويعني المسؤولية الملقاة على عاتق السيد الرئيس، وأنه يؤكد دائما على فكرة التماسك الوطني واللحمة الوطنية في مواجهة كل التحديات القائمة، وأن ما توصلنا إليه وما وصلنا إليه من إنجازات ومن يعني على مدار 10 سنوات أعتقد أنه نتيجة تفهم المصريين وتحملهم أكيد أكيد وثقتهم في القيادة السياسية وقراراتها واتجاهها والخطوات التي تسير بنهج يعني ثابت مستقر ورؤية لتضع مصر في المكان الذي تستحقه بين الدول. أكيد كل التوفيق بإذن الله، وإن شاء الله مصر إلى يعني سنوات قادمة يا رب يملأها الخير والتعمير والسلام بإذن الله. الكاتب الصحفي إسلام عفيفي أشكر حضرتك شكرا جزيلا. كمان كان في مشهد الحقيقة من ضمن المشاهد حرص عليه سيادة الرئيس وأتمنى نشوف الصورة دي، الأطفال والشباب الصغير اللي بيحرص سيادة الرئيس دايما أنه يبقوا موجودين في أهم يعني الأحداث ويبقى كأنه بيسلم الجيل اللي قادم الرسالة وبيسلمهم الراية وبيقول لهم أنه أنتم شاهدين على هذه اللحظة. فالأطفال والأجيال الصغيرة دي هي اللي تحمل الرسالة بكرة أو بعده، والرئيس بيبقى حريص دائما زي ما بيبقى حريص على وجودهم في كل المنتديات وفي كل الأحداث الرسمية، وجود الشباب
وجود الأطفال فهو الجيل القادم، فيبقى الجيل القادم كمان شاهد عيان على ما يحدث ويبقى مشارك منذ الصغر. يعني كانت الحقيقة يعني احتفالية رائعة، كل الخير لمصر، كل الخير للسيد الرئيس. والسيد الرئيس الحقيقة دايما يقول أنا مش بحكم لوحدي، معايا الشعب، الشعب كمان كلنا علينا رسالة إن إحنا كلنا الهمة، الشعب اللي تحمل كتير والشعب اللي بيحب بلده والشعب اللي بيقف في كل المواقف. إن شاء الله كلنا مكملين بالخير بإذن الله. فاصل ونعود ونستكمل معكم باقي فقرتنا في 9 الليلة، فعودوا إلينا. رمضان السنة دي مليان مواهب بالحقيقة، وفرصة تنوع الموضوعات واختلاف المسلسلات ادت فرصة كمان ان يكون في اجيال كتير ويكون في وجوه شابة نضرة كده تبقى موجودة في دراما رمضان بشكل كبير. في بيت الرفاعي في طبعا الفنانة الشابة ملك أورا، وملك الحقيقة يعني طبعا ملك ده مش اول مرة تبقى موجودة، عملت حاجات كتير وشاركت في اعمال كتير، بس يمكن بقالها فترة ما كناش بنشوفها، فإنها تعود في هذا النوع من الدراما اللي أعتقد ده دور جديد عليها وهي بذلة مجهود كبير فيه. فخلينا نسلم على ملك ونشوف تفاصيل بيت الرفاعي كانت عاملة إزاي. مساء الخير يا ملك. مساء النور، ازاي حضرتك؟ كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا ملك. أنا مبسوطة أن انتي أعتقد ده يعني نوعية بيت الرفاعي أو الدراما دي أول مرة تقدمي الشكل ده. الحقيقة أنا بقالي رمضان اللي فات واللي قبله كنت غايبة عشان ما كانش في حاجة شداني، ما كانش في ورق حلو. أيوة. فأنا أول ما جالي بيت الرفاعي حبيته على طول، وبقيت مش عارفة أسيب الحلقات، بجد الحلقات حلوة قوي لغاية الآخر يعني. لا وانت دورك صعب، اللي هي عندها مرض معين، يعني انا ساعات وانا بتفرج عليكي يا بنتي خدي بالك لا تتوجعي. ايوه يعني بتروحي من مكان لمكان. يعني كلمينا كده عن الكواليس، واول مره بتشتغلي مع النجمة امير كرارة؟ اول مره اشتغل معاه، وبصراحه من احلى التجارب يعني. أيوة. بجد هو هادي، بيشتغل بروقان، يعني بيساعد كل اللي حواليه. امير بجد من احلى الشخصيات يعني، فعلا ما كانش مشاهد كتير تجمعني بيه، بس المشاهد اللي كنا مع بعض فيها بجد هو جميل بجد، وفيري سبورتيف، يعني اتبسطت قوي بالشغل معاه. وواضح جدا انتوا كده كاسره، لكن طبعا المسلسل فيه مراحل كتير، يعني طبعا اللي بيحصل للاسره والمشاكل اللي بتقابلوها، بتروحوا من مكان لمكان وتسيبوا بيتكم وترجعوا وتروحوا، فكلميني كده عن الكواليس. اولا صورتوا كمان في اماكن كتير. صورنا في اماكن كتير ده حقيقي، وكان في حاجات في اسكندريه وفي القناه، يعني كان في حتت كتير. كواليس كانت حلوه، لان كل واحد كان، انا شخصيا كنت مركزه قوي في ورقي وفي شغلي وفي اللي انا داخله اعمله، وببقى حد يعني بلبس لبس رؤيه بالباستيلات في اول مرحله ليها قبل ما تتجوز، بالشكل اللي هو بتاع المرحله الثانيه اللي هو مور ليدي لايك. انا كنت ببقى عايشه رؤيه طول الوقت، فالدنيا كانت بتكون لذيذه، حابه قوي اللي انا بحب قوي اللي انا بعمله، فباجي مبسوطه يعني، باجي عايزه اروح اصور. طبعا استاذ احمد نادر جلال له يد كبيره قوي في ان الكواليس تبقى حلوه. يعني فعلا المخرج بيبقى مهم قوي، يعني من اهم ادواره ان هو يخلي بجد ده حقيقي. احنا كلنا بنحب بعض وكنا بنتبسط قوي مع بعض، وكنت ممكن تحس اول مره احس انا مش بشتغل يعني. ايوه، بس احمد رزق الشر ده اخباره ايه يعني؟ ده احلى واحد، ده بجد جميل يعني. لا بجد يعني هو اكيد، بس يعني هو عامل شر على كل المسلسل يعني. ايوه لا ده هو، انا اصلا ببقى مثلا واقفه جنبه في المشهد الاقي صوت طلع كده، فاروح بص جنبي اللي هو بيزوم كده عشان يطلع يغير نبره صوته، بقول له ايه ده يا احمد؟ ايه انا خلاص هروق دلوقتي يعني. هو بجد برضو عمل دور حلو قوي الحقيقه. رد الفعل بالنسبه لك ايه؟ يعني منين بتتابعي رد الفعل غير الناس؟ السوشيال ميديا كمان بتكتب الناس، انت شايفه رد فعل الناس عن ادائك ايه؟ انا مبسوطه جدا جدا بالفيدباك، يعني فعلا هو وصل للناس، وانا كنت بصراحه انا كنت متوقعه، لان بجد هو عملته من قلبي. فانا مبسوطه جدا ان الناس مبسوطه برؤيه، وانا كنت بقالي بجد شويه مش لاقي حاجه حلوه اعملها، ف
فرؤية انا مبسوطه بيها، فحاسه ان دي عوده قويه في رمضان. بنتمنى لك التوفيق جدا يا ملك، وتفضلي دايما تقدمي حاجات مختلفه، ويبقى لك الطله المميزه بتاعتك دايما على الشاشه. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا ملك، شكرا جزيلا من بيت الرفيعي. على فكره دي فرصه حلوه، المسلسلات ادت السنه دي التنوع، يعني تسمع الناس يقول لك انا سمعت ان ده حلو وده حلو وده حلو، انا مش ملاحق اشوف ايه ولا ايه. ما هو ممكن بعد رمضان وربنا يخلي لنا واتشت الحقيقه كل الحاجات موجوده، ترجعوا تتابعوا اللي انتوا عايزينه، ودي فرصة حلوة. تعالوا نروح للقضية الفلسطينية. لسه كنت بسمع خبر الحقيقة من زملائي الأعزاء في عن قطاع غزة، والخبر بيقول إنه الصيادين رغم كل القصف بيخرجوا ويرموا شباكهم في البحر ويجيبوا اللي يجيبوه ويرجعوا. طبعا الناس لازم تعيش والحياة لازم تدور، يعني مهما كان فيه ما عندوش وسيلة غير أنه يحاول قد ما يقدر. المساعدات المصرية مازالت طبعا طول الوقت مستمرة بكل أشكالها، وأعتقد يمكن من خلال الجو بنشوف المساعدات تقريبا نتابعها طول الوقت علشان تكون أقرب وأسرع إلى أهالينا في قطاع غزة. المتحدة لم تنسى طبعا هذا الموضوع، لأن احنا كلنا عايشين القضية الفلسطينية، احنا بنتابع على الهوى معاهم. فالقضية الفلسطينية كان مهم جدا وجودها كملف مهم في الدراما المصرية، يعني لم تنسى أبدا يعني صناعة الدراما في مصر في وسط الموضوعات الاجتماعية اللي ممكن تكون مهمة للمجتمع المصري، ولكنها لم تنسى القضية الفلسطينية أبدا، فكان مسلسل مليحة. ومسلسل مليحة الحقيقة تفاصيل كتير وتعمل في وقت طبعا قصير جدا، ولكن طبعا يعني رغم كل هذه الظروف بيحاولوا ان هم يعملوا نوع من انواع التوثيق، وما بين العمل الاجتماعي ما بين القضيه ما بين ما يحدث بشكل فعلي في قطاع غزه، كان اهم حاجه يكون في صوت راوي، والصوت ده هو اللي ينقل لك الاحداث، وهو اللي يعمل لك إقرار بما يحدث، وتحس من خلاله وكأنه هو يعني راوي الحكاية كلها، فتبقى أنت متابع معه. وطبعا ما فيش أجمل ولا أكثر خبرة من الفنان سامي مغاوري اللي بينورني على التليفون. مساء الخير. مساء النور، وكل سنة وانت طيب، والسادة المشاهدين بخير، وأسرة القناة الأولى بخير، انت بألف خير، كلها بخير ان شاء الله يا رب، وانت بألف خير. يعني وجودك كراوي للاحداث من خلال مليحه، كلمني تعاملت معاها ازاي؟ والله انا في الاول كنت معتقد ان انا همثل الشخصيه فقط اللي هيبدا ظهورها من الحلقه ال11. تمام. وهي شخصيه تكاد تكون شخصيه تاريخيه جدا. أيوة. وحقيقيه، وجد الشخصيه اللي انا هلعبها أحد المناضلين القدماء من أهالي سيناء الحبيبة، وله مواقف بطولية كبيرة جدا 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 هيتم إلقاء الضوء عليها من خلال هذا المسلسل. فأنا قابلت الدور لما عرفت أن هذا المسلسل إخراج الأستاذ عمرو عرفة، وبيتناول قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين بالأخص، فأنا وافقت على طول يعني بدون تفكير. وفوجئت ايضا ان في جزء تاني للشخصيه اللي انا بمثلها اللي هو شخصيه الراوي. ايوه. ان هو من الحلقه الاولى بيحكي الاحداث التاريخيه. صحيح. قبل اعلان وعد بولفور لليهود. فانا فرحت جدا، وخصوصا ان الاجيال الحديثه محتاجه جدا انها تعرف طبعاً معلومات كتير جدا عن القضيه. طبعا، لان انت حضرتك بتحكي مصر ومعاها صور ومعاها احداث فطبعا بيبقى نوع من انواع التوثيق اللي برضو بيبقى مهم بالنسبه لناس كتير. يعني هو توثيق بالصوره وبالتاريخ وبالصوت، وبعدين كمان علشان الاجيال الجديده تعرف دور مصر مع القضية الفلسطينية منذ قبل سنة 1907. صحيح. طب كلمني عن الكواليس أستاذ سامي، يعني يمكن مسلسل مليحة من المسلسلات اللي ما نقدرش نقول عليه مسلسل، احنا بنتكلم عن واقع احنا عايشينه، عايشين طبعا ما يحدث في قطاع غزة، واحنا كمصريين عايشين القضية الفلسطينية، يعني أجيال سلمت أجيال، ونحن يعني القضية الفلسطينية شأن وكأنها شأن مصري مهم جدا. تماما تماما. هو في جزئين، يعني الحلقه بتبقى على جزئين، جزء اللي فيه الاحداث الوثائقيه السرد التاريخي، والجزء الدرامي. فالدراما هو مسلسل
احداث وشخصيات مصريه وشخصيات فلسطينيه، وبتتعرض لبطولات الجيش المصري وقوات حرس الحدود. أيوة. في حمايه الحدود المصريه الغربيه او الشرقيه، وازاي الضابط المصري والجندي المصري دوره ما بيبقاش فقط حمايه الحدود، وانما حمايه المشاعر والحفاظ. صحيح. على ارواح البشر ايا ما كانوا. وبنشوف دياب، شخصيه دياب ازاي بيقف جنب مليحه وجنب جدتها وجنب جد، يعني وهو الواقع الحقيقه، يعني دياب بيعمل الواقع المصري الذي يحدث دائما يعني. وخط موازي ايضا، احنا بنشوف الاسره المصريه اللي بتعيش وبتصارع الحياه وواقفه جنب اولادها وبتدعم وهي في عز وخضم الاحداث الخطيره المحيطه بها. يعني بتشوف دور الاسره المصريه القويه اللي عمرها آلاف السنين، اللي جواها رغبة في الحياة وفي الأمل وتربية الولاد والعيال، وبتقاوم المرض وبتقاوم كل شيء من أجل. وبرغم هذا بنشوف إزاي ولادها بيقفوا جنب القضية الفلسطينية وجنب مصر. أكيد. فإحنا بنشوف الدراما مكملة أيضا للأحداث. أكيد. وده دور مصر دايما. هننتظر ظهورك إن شاء الله في الحلقات، وبشكرك، نتمنى لك التوفيق دايما في كل ما جدا تقدمه. الفنان سامي مغاوري، وهو الصوت الذي يعلق على الأحداث أو راوي الأحداث. أنا سعيدة الحقيقة السنة دي في الدراما 2024 باختلاف موضوعاتها، في نوع من أنواع العناية، يعني في العناية في الصناعة. يعني بمعنى إيه؟ يعني مثلا لما بنتكلم على الحشاشين، كمان عندك أنت راوي للأحداث، وده هنا راعت الدراما في الحشاشين بالذات، لأن هي مواقف وأحداث تقيلة ومختلفة، إنه كمان يكون في راوي، والراوي يذكرك ويعمل لك تلخيص للأحداث. فلو أنت ما تابعتش الحلقة اللي قبلها تتابع، أو إنه يعني يحط النقط على الحروف فيساعدك ويركب لك المواقف، ده حصل كذا، حسن عمل كذا، الملك ده عمل كذا، ده راح هنا، ده جه من هنا. فدي أنا بسميها عناية. نفس الشيء حاصل في مليحة. يعني الحقيقة في عناية كبيرة جدا في دراما 2024، مش فقط بس الموضوع أو التترات أو كده، لأ، في عناية بالصناعة، وده إحنا الحقيقة ملاحظينه بشكل كبير. كل مسلسل هتلاقي ليه عنايته الخاصة، يعني أو يعني التألق بتاعه بشكل كده، زي ما بنقول فيه كده عناية كبيرة بصناعة الدراما السنة دي. أتمنى تكونوا حضراتكم بإذن الله مستمتعين. فاصل وحنرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا الليلة مع التاسعة. عودوا إلينا. في رمضان 2024 زي ما قلت لحضراتكم، الوجبة درامية مميزة. عندي صديقة ليا تقول لي كفاية كل ما بتطلعي بتطلعي مسلسلات في مسلسلات، وهي مثلا واقفة عند 3-4، فبدأت تحس إنه الله، ده أنا فايتني ده وفايتني ده وفايتني ده. لا، فايتك كتير. كل واحد بقى يعمل جدول وترجعوا بعد كده تشوفوا اللي أنتوا عايزينه. لكن لما نرجع للدراما، من بين الوجوه الدرامية طبعا بتلاقي أنت عندك أعمال بتجسد فترات تاريخية معينة وأساطير كنا بنسمع عنها، زي مثلا مسلسل الحشاشين اللي بيقدم الحقيقة موضوع مهم جدا عن جماعة هددت العالم كله، وطبعا بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز ومجموعة كبيرة من النجوم، كلهم نجوم الحقيقة. كمان مسلسل جودر اللي بيقدم حكايات ألف ليلة وليلة وبصورة عصرية مميزة، وأنا بقول لحضراتكم إنه هيبقى حلو قوي إن أنتوا كمان تخلوا ولادكم يتفرقوا عليه، هيستمتعوا بشكل كبير. لكن أنا هرجع لضيفي النهاردة اللي موجود معايا، اللي خطفناه من كذا عمل. يعني أنت هتشوفه في الحشاشين بشخصية مش هتعرفه أبدا لما تشوفه في جودر، ولا هتعرفه لما تشوفه في صلة رحم، ولا كمان محارب. خليه هو يقول الحكاية بدأت منين، وأعتقد هو ما عندوش نفس يعني في رمضان، لكن عرفنا أن احنا نخطفه. الفنان عابد عناني في ضيافة التاسعة. مساء الخير يا عابد. مساء الخير يا استاذ شفقي. يعني انت دلوقتي احنا خاطفينك من ايه بالظبط؟ انت فين؟ من محارب. من محارب. محارب لسه شغال، لسه بتصور. شغالين، ايوه ان شاء الله لحد يوم السبت، فانا جاي من التصوير وراجع التصوير يعني. طيب خلينا نبدا من الحشاشين اللي دورك انتهى فيه. يعني الحشاشين يمكن انت عملت الدور من فتره وكنت متخيل هذا النجاح،
وهذا الإبداع اللي حصل؟ الحقيقة أنا حابب أن أنا أوجه تحية كبيرة لكل صناع الدراما السنة دي في مصر على أشياء كتيرة جدا. أظن أن احنا ملاحظين أنه في سيزون درامي مختلف على مستوى المسلسلات وعلى مستوى البرامج، وفي ناس كتيرة جدا، أنا واحد من الناس شاهد على اللي بيحصل. اللي بيحصل أنه في صناعة كبيرة جدا، وأظن بقى باين السنة دي. فأنا بوجه تحية لصناع الأعمال، بالذات الأعمال الضخمة شبه الحشاشين وجودر، على فتح الباب لنوعية الأعمال دي تاني. متوقع نجاح أعمال زي دي تماما. أنا يمكن بقالي كام سنة أما حد بيسألني بيقول لي إيه اللي نفسك يحصل، بقول نقدم أعمال تاريخية بشكل كبير، حتى لو إحنا متخوفين فهنكتشف إنه لأ، إن إحنا أساسا دي لعبتنا ودي صنعتنا ودي الحاجة اللي إحنا طول عمرنا بنعملها. وعارف كمان يا عابد، هي فكرة إنه مصر دي بلد الثقافة والتنوير، فانت لما تبدا تمسك موضوعات وتتابعها وتمسك الحكايه من الاول زي الحشاشين، وتشير على جماعات هددت العالم ومتشدده ومتطرفه ويعني الحقيقه ليس لها اي صله باي حاجه، وتبدا تدخل بقى اجيال جديده. احنا دايما كنا نشوف الافلام التاريخيه 1 2 3 4 مسلسل 2 3 4 ما عندناش، ويفضلوا يتعادوا ويتعادوا. فدي فرصه ان احنا نروح لاجيال جديده بقى. الحقيقه فعلا انه كان يعني احنا كان واجب علينا ان احنا نبتدي نعمل اعمال زي دي، لانه ما كانش فيه في الفتره الاخيره على الاقل من باب التنوع. احنا كان في موضه بتطلع بنوعيه اعمال معينه، بتركيبه ابطال معينه، بتركيبه شخصيات وحواديت معينه، فبتبتدي زي اللي كان بيفتح محل فحد بيقلده ويفتح محل زيه بالظبط، فابتدى يسود نوعيه اعمال شبه بعض في اتجاه واحد. سواء انا مش ضد اي اتجاه، بس ما كانش فيه عندنا تنوع، فاحنا كنا مميزين في النوعيه دي، في نوعيه الاعمال التاريخيه اللي بتستند. احنا كان عندنا ده موجود، انا وانا طفل كنت بقعد اتفرج بشكل شبه سنوي على كذا مسلسل من النوعيه دي. فاحنا كنا مقصرين شويه في الحته دي. فاظن انه الاهتمام السنه دي بالتنوع اوجد مساحه للاعمال اللي زي دي، ان هي تبتدي هنشوف حاجات كتاب كبار يناقشوا مواضيع مهمه، زي استاذ عبد الرحيم كمال وزي استاذ انور عبد المغيث وزي غيرهم كتير جدا، يعني قصدوا السنه دي انه يبقى في اعمال متنوعه. قول لي بقى دورك بقى في الحشاشين. انا في الحشاشين كنت بعمل دور قتلوك بدري قوي. قتلوني في الحلقه الثالثه. كنت بعمل شخصيه نزار ابن المستنصر. والحقيقه هي شخصيه يمكن تواجدها ما كانش كبير جدا، لكن بس هو بنى عليها بالظبط. هي شخصيه مفصليه جدا في حدوته حسن الصباح، وفيما تلا بعد موته. حسن الصباح تعامل مع موته ازاي في تجنيد كل الحاجات اللي احنا بنشوفها. في المسلسل يعني مش عايز اقعد احكي عنه. وانا كنت مهتم جدا ان انا اكون في مشروع زي ده. فبمجرد ما تم التواصل معايا ان انا ابقى موجود، انا يعني ما قلتش انا هعمل ايه يعني. انا رحت التصوير، ابتدينا نحضر، لانه التحضير للاعمال اللي شبه كده يمكن ده اللي خلاني اوجه التحية في الاول لصناع الاعمال دي. التحضير للاعمال دي فعلا عالم تاني. فكنت مبسوط جدا ان انا شفت ده بيحصل. وزي ما حضرتك سالتي، قولينا روح الكواليس كانت عامله ازاي؟ يعني الكواليس مع بيتر ميمي دايما احترافيه الى حد كبير جدا. يعني انا مش اول مره اشتغل مع دكتور بيتر جوه الجماعه وجوه الاحداث هو يعني انا بطبيعتي انا لما بقدم شخصيه فببقى بضيف جزء من خيالي على اللي حاصل، بس اللي حاصل كان فعلا بيدخلك في المود. انا في ألف ليله وليله اول مره دخلت ديكور الشمعيين. لا هتوصل ألف وليله وليله، هناخد فاصل. اوكي احنا بنتكلم على الحشاشين بس. انا في الحشاشين اصلي برضه كنت يعني ضيف شرف، فما تواجدتش كتير، لكن باين جدا من المجهود طبعًا اللي حاصل ان هم كان في ألف ليله وليله. امبارح كان الست كانت هتقتلك، ولا انت مت امبارح؟ لا لا انا مش هموت دلوقتي، يعني لسه هنكمل الجزء الثاني. لسه مكمل. لا مش هموت في كل المسلسلات. لا لا يعني. مش كده يعني، مش هيعملوا فيا كده. طيب هنرجع تاني، وزي ما قلت لحضراتكم دي فرصه انه بنشوف فنانين كمان، بنشوف وجوه جديده، وجوه متنوعه، وشوش كده تطل علينا باشياء جديده. عابد عناني، انا وقفت عند الاسم، انت منين يا عم عابد؟ قال لي لا والله مصري من دمياط. فخلينا نرجع لابن دمياط بعد فاصل قصير، ونستكمل ونتكلم على جودر ومحارب وصلة رحم.
اهلا اهلا بحضراتكم. ما زلنا في حوار مع الفنان عابد عناني اللي بيقدم عدد من الادوار المختلفه في دراما 2024، في الحشاشين، في جودر، وكمان في محارب وصله رحم. وعابد، احنا قلنا عشان سالتك على الاسم، فعابد انت قلت ان انت من دمياط. ده حقيقي. قلت ان انت من دمياط. انا من دمياط. من ناس كتير بلسكور. سالتك انت مصري او ايام الاختيار؟ ايوه ايام الاختيار، يعني كنت بدات احس ان انا سوري من كتر ما الناس يعني، بس مش باين ان هو مش مصري. يا جماعه لا والله مصري، والله انا مصري جدا. بالذات كمان في الاختيار كان في شويه، ممكن الشخصيه كانت بتتكلم لغه عربيه الى حد ما في اوقات كتيره، فيمكن ايه ده مع الاسم، فده بيعمل بالزبط. التوليف. طيب هنرجع لجودر بقى. انت في الف ليله وليله. انا كنت انت لسه مع الاشرار بقى. في الشمعيين. زي ما كنت بقول لحضرتك، انا مبسوط ان انا بتفرج على جودر، مش ان انا شغال فيه. انا حقيقي العمل ده يمكن انا متورط فيه بقى في الشغل اكتر، لانه ما متش في الحلقه الثالثه زي الحشاشين. فشفت بقى، كنت بقول لحضرتك اول ما بدخل الديكور بتاع اللي معمول، واشوف المكملات بقى اللي هي بتاعت بديع. الجرافيكس والكروما والحاجات دي، فكنت متوقع ان احنا هنشوف عالم ساحر، بالذات باهتمام استاذ تيمور واستاذ اسلام خيري بالعناصر بتاعت الصوره دي. والورق اصلا اللي مكتوب اللي كاتبه الاستاذ انور عبد المغيث فعلا يعني بيس اوف ارت، يعني مجهود عمل كبير. عمل يعني بيحكي حدوته بشكل لطيف، حتى على مستوى شهريار وشهرزاد الحدوته تقريبا ما بيبقاش فيها اختلاف عن معظم الحواديت، العلاقه اللي ما بينهم قبل كده، لكن مكتوبه برضو بشكل مسلي جدا وبشكل حلو جدا. الصورة مدي للحدوته يعني شكل جديد، واداء الممثلين وأداء كل حاجه بصراحه الحمد لله. كلكم كل واحد في دوره بعنايه يعني بشكل كبير يعني الحمد لله. وبعدين برضو يعني احيي برضو الفنان لما بيعمل الشرير، برضو ايه اللي هو الفنان لازم يغامر، مش لازم يطلع طيب وجميل، ويعني الشر ده برضو فرصه جديده ان انت تبين من جواك تمثيل مختلف. يعني هي ادوار الفيلن او الانتي هيروز يعني بيبقى فيها مساحه كده مستفزه شويه للتمثيل، وفيها حريه اكتر في ان الواحد يشغل خياله، في انه يتخيل بني ادم اللي عنده الشر ده بيبقى ناتج عاده من خلل في السلوك. أيوة. فالخلل في السلوك بيخلي البني ادم اميل لانه يبقى مش طبيعي. أيوة. او يتصرف تصرفات مش طبيعيه، فده بيدي الممثل مساحه اكتر ان هو يقدر يشغل خياله. ايوه يعني. يشغل خياله ويطلع طاقات هو يمكن ما يعرفهاش بالظبط في العادي، يعني ممكن لما تتفرج على نفسك تقول ازاي عملت الدور ده اصلا يعني. بالظبط. طيب هنروح بعد كده، انت يعني كمان صعب جدا، عملت كذا دور في دراما رمضان، والادوار الحقيقه متباينه ومختلفه جدا. يعني انت في محارب دورك بقى، كلمنا عن محارب، انت لسه بتصور فيه اصلا؟ لسه بنصور في محارب. انا بتصور لسه في جودر، ما في جزء تاني جودر أصلاً. ان شاء الله بنستكمل تصوير، لكن بعد العيد ان شاء الله، عشان 15 التانيين مش عارف ميعاد عرضهم امتى، لكن يعني المسلسل 30 حلقه مش 15 بس. 15 سيزون 1 15 حلقه، فبس بعد العيد. لكن بستمر تصوير جودر محارب. اسف دلوقتي هو محارب عمل مختلف بقى عن الاعمال دي تماما. هو عمل مسلسل شارع، يعني مسلسل عن البطل ابن البلد الشعبي اللي بيمر بظروف كتيره جدا، يعني بسبب ظروفه الاجتماعيه والاقتصاديه. وفي شق كبير جدا في المسلسل، وده يمكن اكتر حاجه محبباني فيه، خاص بالصعيد، بانه البطل ده اصوله من الصعيد، فهو يعني بيستعين باهله اللي في الصعيد دول علشان يقدر يواجه المشاكل اللي عنده. فانا استغربت اصلا من هم يعني كلموني علشان دور صعيدي، يعني أيوة. يمكن دي كانت اكبر مغامره السنه دي، كنت يعني عامل شايل حسابها، لانه انا يمكن ملامحي ممكن تبقى بعيده شويه عن فكره يعني تقبل. كان اشقراني بالظبط. ما هو ده اللي انا قلته لنفسي، وده اللي هم قالوه لي. الله يرحمه طبعا استاذ ممدوح عبد العليم، يعني لا نقارن بيه. أيوة. اكيد. عايزه اكمل كلامي معاك، بس الوقت طبعا، وانت عارف السياف برضو بتاع مسرور قاعد هنا في التاسعه احيانا. بس سريعا، صله رحم كمان وجودك فيه دور اجتماعي لطيف جدا. يعني صله رحم بقى عمل ما بين البنين، لانه انا يمكن اهم حاجه بلاحظها في ردود الافعال انه الناس ما صنفتش اي شخصيه في المسلسل ده على انها شريره او طيبه. هو عمل بيناقش الإنسان لما بيتحط في اختبار علشان خاطر يرتكب أفعال لا أخلاقية أو لا دينية أو أفعال تبدو للمجتمع أو للقانون إن هي غلط، لكن هو عنده مبررات ليها، فبالتالي هو الشخصيات دايما ماشية ما بين الخطأ والصواب، فما فيش فيهم شخصية
وده الحمد لله كان محسوس جدا من كل الشخصيات اللي في المسلسل، او اولا من حسام اللي هو اياد نصار، كل الشخصيات محمد كل جمعه الشخصيات أجانب. كل الشخصيات. انا نفسي اكمل كلامي معاك بس الوقت للاسف، لكن يعني كلمه كده في 10 ثواني تقول لي لو انت ناقد، انت ناقد على نفسك، رتب الشخصيات اللي انت عملتها، اعمل لي 1 2 3 4 في اللي انت شايفه بعد ما خلصت. صلة رحم زياد بتاع صلة رحم ده اكتر شخصيه اعتقد واحد. يعني او اتمنى ان هي تكون وصلت للناس بشكل أيوة. كويس. اتنين. الشخصيه الثانيه بتاعت محارب جمال، محارب. جمال المحاربه ايوه. ثالث شخصيه اشمع جودر، ورابع شخصيه نزار. اتمنى لك التوفيق، واعتقد ان هي كانت فرصه حلوه انك تطل علينا وجه مصري عامل، وانت كنت مبدع ايضا قبل كده في الاختيار، وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا، وبالراحه على ياسر جلال في جودر يعني، بلاش لا في الجزء الثاني، في الجزء الثاني في ده لسه في الملك، بالراحه على الراجل يعني، انتوا معذبينه تعذيب جامد، مش بطل يستحمل بقى. الفنان عابد عناني، هي دي الدراما وهو ده الفن، ان انت تفضل تقدم اجيال، وانك تعمل فن حلو وتعمل كتابه حلوه وتعمل صناعه فنيه رائعه. الدراما المصريه صناعه مهمه جدا، مش بس انها تعرض في رمضان ويعدي، لا بالعكس انت بتبني عليها، فانت كمان في العالم العربي ليك وجود، في العالم بشكل عام ليك وجود. فكره انك تقدم موضوعات ما كانش حد بيفتحها دي تحسب تماما للدراما المصريه، ويا رب تستمر أكيد، وإن شاء الله تستمر. إن شاء الله. إن شاء تنوير الله. العقول والثقافة ده أهم حاجة. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا فنان عابد عناني. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا إن شاء الله أكون مع حضراتكم ونكمل كلامنا، وإنتوا كملوا متابعتكم لدراما رمضان. سلام.